ابنها محتاج تركيز، فانا بما ان احنا في فقره رياضه دلوقتي فحابه ان احنا برضو نعرف ايه التمارين اللي بتساعد على التركيز، عشان لو داخلين مثلا امتحان، داخلين عايزين نركز واحنا قاعدين في المدرسه في الجامعه، ايه التمارين اللي ممكن يعملوها قبل بص هو لا يعني بشكل مبسط جدا لو تلاحظي ان احنا كان عادي كان في ايام ما كنا بنبقى في المدرسه بيبقى في الاول الصبح طابور بيحصل، وبعد كده في شويه احماءات بتحصل، استاذ كانت جري في المكان، استاذ كانت اللي انا بنزل اعمل ضغط، لو البنات هتبقى ضغط على ركبتي عشان ما يبقاش الوزن كله حمل زياده عليها، وفي نفس الوقت في ناس كتير بتبقى حابه ان هي مثلا تنط حبل، في ناس كتير بتبقى حابه ان هي تنزل تلعب بطن، هو الموضوع كله انا مش عايز اوصل لمرحله اللي انا ابقى خارج من اللي انا بعمله ده مرهق. اللي انا بعمله دوت كاني بالظبط كده بسخن العربيه قبل ما اروح بيها مشوار طويل شويه. فاللي بعمله دوت ان انا بس بوصل جسمي لمرحله اللي هو البلاد سيركليشن او عمليه الدوره الدمويه بتاعتي تبقى ماشيه بشكل اسرع عن ان انا واحد قاعد مش بيعمل اي مجهود. تمام. وبعد كده اخلص اروح داخل على التركيز بتاعي على المذاكره بتاعتي. حاجه زياده اخيره، في ناس كتير قوي او من ضمن الميثز او الخرافات اللي هو بيروح تاكل حاجه او تشرب حاجه ساعه المذاكره، علميا او الموضوع برضو زيه زي اي مجهود. انا كده كده عندي الدم بتاعي هو دوت، هعتبر ان هو دوت اللي بيساعدني اللي بيوصل لي الطلبات. انا الدم دلوقتي كله رايح ناحيه المخ عشان يركز ويذاكر، انا رحت مودي له حاجه بيشرب او بياكل، فالدم دوت راح هو كله مش على كله هيروح على المعده بس جزء كبير منه هروح يعمل عمليه هضم. فانا بقيت خلاص كده في تشتت حصل في موضوع التركيز اللي انا فيه، فنحاول قد ما نقدر لو مش قادر تركز على اوقات كبيره نص ساعه ساعه الا ربع، وبعد كده قوم اعمل اي حاجه وارجع تاني عشان ما يبقاش اللي انت بتعمل حاجتين في نفس الوقت بس. طيب.